رح ننتقل لمحطة جديدة من ضمن صباحنا، محطة إنسانية واجتماعية تعودنا دائما نضوي على أصحاب الأيادي البيضاء ومشاريع الخيرية والتنموية. رح نحكي اليوم عن منظمة غير ربحية، عم نحكي عن المركز السوري للتنمية المستدامة والتمكين المجتمعي. هذا المركز اللي هو أكيد بداية المنشأ والتأسيس، وأكيد بيقدم كتير من الخدمات ونحن يا عفاف بحاجة كتير إله. طبعا هايدي اليوم هي المؤسسة وهذا المركز صار فيه له أنشطة متنوعة بتخدم المرأة والطفل الشباب الصبايا على حد سواء كل فئات المجتمع، وحتى ما في عمر محدد لحتى هي تساعد دون الفئات المجتمعية. اليوم رح نتعرف على أنشطة المركز والعائدات يلي بيقدموها لهدون الأشخاص، وأيضا رح نتعرف أكثر على المركز السوري للتنمية المستدامة مع وجود ضيوفنا المميزين الأستاذ الدكتور سليم زهوي وهو رئيس المركز السوري للتنمية المستدامة وللتمكين المجتمعي، والأستاذ إياد دعبول وهو مدير المركز السوري للتنمية المستدامة والتمكين المجتمعي. أهلا وسهلا فيكم. صباح الخير. صباح الخير. أهلا وسهلا فيكم دكتور سليم. خلينا نبدأ مع حضرتك ونعرف أكثر المشاهدين عن المركز السوري للتنمية المستدامة والتمكين المجتمعي، شو بنقصد بهذا المركز؟ صباح الخير وشكرا على الاستضافة وعلى تسليط الضوء على أحد المراكز اللي ممكن تساهم في موضوع التنمية المحلية في سوريا بالتعاون مع المنظمات الغير الحكومية، مع المنظمات الأهلية والمؤسسات الخاصة. في الحقيقة المركز هو قيد الإشهار ضمن وتحت مظلة القرار 93 لعام 58 الناظم لعمل الجمعيات والمؤسسات الخاصة، وعبارة عن مؤسسة خاصة غير ربحية تعنى بموضوعين حسب التصنيف المعياري للمنظمات غير الحكومية المعتمد من وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل. المحور الأول أو المجموعة الأولى التعليم والتمكين، المجموعة الثانية أو التصنيفي في مجال البيئة. فموضوع التعليم والتمكين يشمل كأهداف ثلاثة بشكل أساسي بالإضافة إلى الهدف الرابع للمركز وهو موضوع التنوع الحيوي، البيئة، الزراعة المستدامة وكافة الأمور النقاط المرتبطة بالبيئة. ففي مجال التعليم والتمكين نهتم بشكل أساسي في مجال تعزيز القدرات، تحسين المهارات الحياتية للفئات المختلفة. أستاذ إياد خلينا ننتقل عندك ونتعرف على أهداف المركز السوري اليوم للتنمية المستدامة والتمكين المجتمعي. خلينا نحدد الأهداف بالضبط لحتى كل المشاهدين إن كانوا نساء رجال شباب أو حتى ما بعرف إذا في كمان أطفال بالموضوع، خلينا نتعرف على أهداف المركز. الحقيقة من اسم المركز، المركز السوري للتنمية المستدامة والتمكين المجتمعي، يهدف المركز إلى أو نشاط المركز يعتمد على عدة محاور. الأولى هي التنمية المستدامة والعناية بالبيئة بالإضافة إلى التمكين المجتمعي. والتنمية المستدامة طبعا من خلال القطاع الزراعي، وخصوصا انه الزراعه تشكل نسبه حوالي 70% من الدخل الوطني، فبالتالي النشاط الرئيسي يرتكز في الشؤون، يتركز على الشؤون الزراعيه، وطبعا الشؤون الزراعيه التي تعني منها البيئه ومنها قطاع النحل والتنوع الحيوي النباتي والحفاظ على التنوع الحيوي النباتي من خلال الملقحات الخلطية. الحقيقة نحن يعني المركزين بشكل رئيسي أو أخذ منا بشكل رئيسي موضوع تربية النحل، أو حضرتك مستشار تربية تمام بتربية النحل. نعم يعني نحن بنظلم النحل وقت نقول إنه مهمة النحل هو إنتاج العسل فقط، ومنتجاهل بقية المحاور الرئيسية أو خلينا نقول النشاطات الأخرى التي تكون خلف
مهنة تربية النحل بما يخدم المجتمع، بما يخدم البيئة، بما يخدم الزراعة المستدامة والتنوع الحيوي النباتي. وجود النحل بالطبيعة يحافظ، كونه من أحد أهم الملقحات الخلطية، يحافظ على التنوع الحيوي النباتي الموجود، بالإضافة إلى زيادة كميات الإنتاج، بالإضافة إلى التمكين الأسري من جهة وجود عائد إضافي بالدخل من خلال الإنتاج العسل والمنتجات الأخرى. فبالتالي البعد الحقيقي لتربية النحل لا يقف عند نقطة إنتاج العسل أو منتجات خلية النحل، إنما يتعدى ذلك إلى نقاط على المستوى المجتمعي وعلى مستوى الدخل الوطني للعائلات والعائدات بالنسبة للأسرة الريفية. فإذا كان النحل مسؤولا عن التلقيح الخلطي ويزيد كميات الإنتاج من 60 إلى 70%، فهذا يعني أن التحسين بكميات الإنتاج وتحسين نوعية الإنتاج هذا يؤدي إلى عائدات إلى الأسرة الريفية، وبالتالي بالنهاية يؤدي إلى تحسين الدخل، وهذا ينعكس بدوره على الأسرة الريفية بشكل كامل، من التعليم، من الصحة، من زيادة الوعي البيئي، بالإضافة إلى تكامل تربية النحل مع الأنشطة الزراعية الأخرى كالإنتاج الحيواني والإنتاج النباتي. تمام، أكيد رح نرجع لعند حضرتك أستاذ إياد ودكتور سليم. خلينا نوضح أكثر عن هيدا المركز، بما أنه هو قيد التطبيق والإنشاء، أكيد يمكن مريتوا بشهور ربما بسنوات من التحضيرات، من الأفكار والمشاريع اللي ممكن تطرحوها ضمن هيدا المركز، خبرنا عن هي الفترة. في الحقيقة هو فكرة المركز بدأت من 4 سنوات تقريبا، أنه خلال العمل مع المنظمات الدولية وفي دول مختلفة حتى عدة قارات تقريبا، فبالتالي تم التعرف على أهمية التنمية المجتمعية في الوصول إلى التنمية المستدامة. موضوع التنمية المجتمعية تأتي في الأولويات اللي معظم برامج التنمية في العالم، وبالتالي تحويل الطاقات الإمكانيات الكامنة لدى الأفراد والمؤسسات والهيئات إلى طاقات قادرة على إحداث التغير الإيجابي في المجتمع، وبالتالي تحويل هذه الإمكانيات إلى طاقات يستدعي المرور بعدة مراحل تعتمد على تحسين المهارات، بناء الثقة وتعزيز الثقة بين الأفراد والمؤسسات والهيئات. من خلال هذه الأفكار تم تطويرها بما يلائم الواقع الحالي الذي نعيشه، وبالتالي في مرحلة إعادة الإعمار من الضروري أن يتم خلق نوع من التعاون، من التكافل والتضامن بين الجميع لإحداث عملية التغيير. فتطورت الفكرة مع مجموعة من الأعضاء المؤسسين إلى درجة وضع النظام الداخلي، ما هي المحاور. قبل شوي سألتي حضرتك عن موضوع الأهداف على سبيل المثال، لكن كهدف عام للمركز أو للمؤسسة هو حشد الموارد سواء كجهود سواء كأموال بهدف تحقيق المنفعة العامة للمجتمع والمساهمة في التنمية المحلية. والتنمية المحلية دائما تعتمد على محورين، التمكين الاجتماعي والتمكين الاقتصادي. فأيضا المركز 4 أهداف رئيسية أو يجب تحقيقها على مدى قصير من الزمن. ففي مجال التمكين الاقتصادي نعمل في مجال تحسين سبل العيش، خلق مصادر دخل وتنوع مصادر الدخل من خلال مشاريع تنموية صغيرة أو متناهية الصغر على مستوى أفراد أو مجموعة أفراد، ممكن من خلالها تحسين الواقع الاقتصادي وتحسين المستوى المعيشي. في مجال التمكين الاجتماعي ممكن العمل في مجال تحسين المهارات من خلال التدريب والتأهيل،
ويشمل كافة شرائح الفئات المستهدفة من قبل المركز متعددة. وعلى غرار المراكز التنمية المجتمعية، هذه المبادرة الخلاقة اللي أطلقتها وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل وبدأت بتطبيقها، فهو يرفض الجهود التي تبذل حاليا ويعتبر أحد المراكز الحديثة، وهو قيد الإشهار كما تفضلت حضرتك. وبالتالي في مراحله النهائية تم وضع سياسات خاصة بالمرأة، خاصة بالفئات المهمشة، خاصة بذوي الاحتياجات الخاصة، لأن المركز تشمل نشاطات وكافة فئات المجتمع. خلينا نركز دكتور سليم على الفئات المهمشة اللي ذكرت حضرتك، شو هي الخدمات أو العائدات يلي بتقدموها؟ إن كان خلينا آخر شيء نتذكر النساء والشباب، ولكن الفئات المهمشة اليوم كيف هم ممكن يقدروا إذا كان عندهم مهارات يتم التسجيل بهذا المركز ويصير لهم عائدات ويصيروا أشخاص طبيعيين عم يمارسوا مهنتهم عندكم؟ في الحقيقة بالنسبة للفئات المهمشة العمل يتم على محورين. السياسة التي وضعت ترتكز على موضوع تحسين المهارات الحياتية، تحسين المهارات من حيث خلق فرص عمل من خلال تدريب وتأهيل على ممارسة بعض الأعمال التي أيضا تناسب واقع سواء الاجتماعي سواء الثقافي الاقتصادي، وأيضا موضوع التمكين الاقتصادي من خلال بعض المشاريع الصغيرة المولدة للدخل التي يمكن الاعتماد عليها في إيجاد مصدر خاص يمكن أن يساعد على تجاوز الصعوبات المادية أو الاقتصادية التي تعاني منها عادة هذه الفئات. لكن النقطة الأساسية من خلال التمكين الاجتماعي والاقتصادي يمكن تسهيل دمج هذه الفئات ضمن المجتمع وتعزيز دورهم وإظهار دورهم وتحويل الإمكانيات التي تتوفر لديهم إلى طاقات يمكن أن تساهم في موضوع التنمية المحلية. تمام أستاذ إياد، خلينا نحكي أيضا عن العائد الاقتصادي على الدخل الوطني في القطاع الزراعي، خبرنا أكثر. الحقيقة أنا حأتناول موضوع تربية النحل. تربية النحل هي أحد الأقسام التي يهدف المركز إلى تطويرها والعمل عليها، فبالتالي تربية النحل إن الملقحات الخلطية والتي من أهمها النحل نتيجة التلقيح الخلطي تعود بزيادة كميات الإنتاج وتحسين نوعها بنسبة قد تصل إلى 60%. فبالتالي الأسرة الريفية عند وقت يكون في عندها حقل، إن كان محاصيل حقلية أو كان بساتين أشجار مثمرة، وبيكون في عائد إضافي يتجاوز من 30-60%، وتحسين نوعه هذا بيعطي المنتج سعر أفضل وطبعا كميات أفضل، فبالتالي يكون العائد المادي بالنسبة للأسرة الريفية. نحن عم نشتغل على اقتصاد الريف، فبالتالي وقت يكون في زيادة بهي النسبة معناه تتحسن دخل الأسرة الريفية، وبالتالي صار الوعي الصحي أفضل، التأمين الصحي أفضل، الوعي المجتمعي أفضل، تحسن التعليم، مستوى التعليم، وهذا كله بينعكس بالآخير على المجتمع الريفي ويؤدي إلى تحسن الاقتصاد الوطني بشكل نهائي. هذا من جانب. الجانب الآخر هو تثبيت الأسر الريفية في مكان وجودها بالأرياف من خلال تأمين الدخل المناسب لها في مكان إقامتها، وعدم الانتقال أو الهجرة من الريف إلى المدينة اللي كنا سابقا عم نعاني منه بشكل كبير. فبالتالي التمكين المجتمعي والاقتصادي هو أحد الأهداف من خلال تربية النحل، وهي الأهداف الحقيقة الأكبر والأوسع شمولا من موضوع إنتاج عسل وإنتاج منتجات أخرى، ولكن بالنهاية تؤدي إلى هذا التمكين يلي عم نحكي عنه. تمام، بس يمكن دكتور أستاذ يمكن بأحد تصريحاتك لوسائل الإعلام يمكن كان في كلام لحضرتك أنه عم بيعانوا اليوم المربيين من تحديات من صعوبات، خبرنا عن هذا الشيء.
الحقيقة في المعاناة الحقيقية الأكبر يلي بيعاني منها اليوم المربين هي ارتفاع تكاليف النقل. بتعرفي النحل اللي احنا سوريا الله سبحانه وتعالى عطاها يعني جانب مهم هو التعاقب فترات الإزهار، من تبدأ من المنطقة الساحلية إلى المناطق الداخلية إلى مناطق الجزيرة إلى المناطق الجبلية، فعنا تقريبا من شهر 3 إلى شهر 12 أو 11 تعاقب بفترات الإزهار. هذا يتطلب من النحال نقل النحل من مكان إلى آخر، وهذا صار فيه تكاليف عالية عليه نتيجة غلاء مصادر الطاقة، فبالتالي كميات الإنتاج صار المنتج مكلف. فاليوم لا يتوافق لا تتوافق التكاليف مع سعر أسعار منتجات خلية النحل. هي أحد التحديات يلي هلأ حاليا هي الأهم. وحقيقة مشكورة وزارة الزراعة، وعدوا أن يعطوا النحالين يعتبرون من فئة المزارعين يقدموا لهم الدعم يعني بالنسبة لقطاع المحروقات والنقل. فهذا عفوا التحدي الأول، وفي تحديات أخرى بالنسبة لتكاليف الإنتاج بالنسبة للأدوات والمعدات اللي بيستعملوها النحالين ارتفاع أسعارها، فهذا كمان التحدي الآخر، بالإضافة إلى شح المراعي والتغيرات المناخية. التغيرات المناخية اليوم هي مش يعني الشغل الشاغل الحقيقة للقطاع الزراعي بمختلف يعني مجالات، ومن أهم قطاع النحل يعني اليوم انزياح الفصول واختلاف درجات الحرارة الغير مسبوقة من ارتفاع أو انخفاض أدى إلى تراجع كميات الإنتاج. دكتور سليم خلينا نرجع لعندك، أكيد في دائما خطط للمركز السوري للتنمية المستدامة والتمكين المجتمعي، قدي اليوم هذا الاسم كبير ومهم وبيحمل معنى كتير كبير، لهيك الخطط يمكن عم تكون متعبة بالنسبة لكم وتنفيذها على أرض الواقع. يمكن هلأ نحن صرنا بختام عام 2024، خلينا نعرف من حضرتك الخطط هلأ يلي رح تتبعوها بالنسبة للمركز. هلا بالنسبة لي خطة عام 2025 يتم التحضير لها تعتمد على نقطتين أساسيتين، الأولى هي إعداد بعض المشاريع بالتعاون مع الجهات المعنية سواء كان وزارات سواء كان أيضا منظمات تعنى بشؤون التنمية وموجودة حاليا في سوريا. على سبيل المثال هناك مشروع لتأصيل النحل السوري يتم تطويره بالتعاون مع وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي، هو أحد أولويات ومجالات العمل، لكن لدى المركز تتوفر الخبرة في صياغة المشاريع. مثل ما ذكرت لحضرتك قبل شوي أنه الأعضاء المؤسسين للمركز أغلبهم عملوا في منظمات تعنى بتنفيذ مشاريع تنموية، وبالتالي ممكن أن نساعد الجهات المعنية في إعداد وصياغة المشروع، في توجيه المشروع بما يخدم أولويات وتطلعات الوزارة، وتم وضع المسودة الأولية لهذا المشروع الذي حظي أيضا بموافقة أولية من وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي لتأصيل سلالة النحل السوري، وسيتم أيضا التوسط لدى بعض الجهات المانحة عرضه لهذه الجهات لموضوع تمويله وتوفير الدعم المادي اللازم لتنفيذه. إذا خططنا لعام 2025 وإعداد بعض المشاريع التنموية، لكن أيضا وضع بعض البرامج التدريبية، موضوع التأهيل وتعزيز القدرات وتحسين المهارات من أولويات العمل، وخاصة في مجال المشاريع التدريب على إدارة المشاريع الصغيرة المولدة للدخل، وذكرنا قبل شوي تخص المرأة تخص الفئات المهمشة حتى ذوي الاحتياجات الخاصة ستؤخذ بالحسبان عند وضع الخطة لعام 2025، وتمنى أنه تكون شاملة لمعظم الفئات. أكيد دكتور سليم وأستاذ إياد شكرا لكم ولوجودكم معنا لليوم، وإن شاء الله المركز بيبصر النور قريبا وبيحقق كثير من الإنجازات والنجاح، يعطيكم ألف عافية. شكرا لك دكتور سليم وأستاذ إياد دعبول، وأكيد مباركة جهودكم وإن شاء الله هيك دائما نصبح هاي الأخبار.
الأخبار الحلوة بالتمكين المجتمعي والتنمية المستدامة. أهلا وسهلا. شكرا كثير.